السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. معكم طارق أبو زاهر في كورس CSS. إن شاء الله هنشرح النهاردة كيفية تنسيق القوائم. أول حاجة بنيجي هنا بنكتب UL ونكتب LI، هنكتب على سبيل المثال 1 خلوها هنا زي ما حضراتكم شايفين كده، نكتب 2 وهنا نكتب 3 نيجي حضراتكم نشوف كده زي ما انتم شايفين حضراتكم. هنيجي في صفحة ال CSS عاوزين نعمل ترتيب، بندوس UL ونعمل بعد كده curly braces بتاع ده. ونشوف حضراتكم هنيجي نعمل حاجة بسيطة جدا، نكتب list list وبعدين داش وبعدين style وبعدين داش وبعدين tab. هنا هنيجي نختار بعد كده، شايفين الحواف دي عاوزين نغيرها، في عندنا حواف مختلفة، في عندنا ممكن نكتب زي ما انتوا شايفين الكيرل ده، هنشوفه دلوقتي، شفت الدايره مفتوحه، او ممكن نختار الايه حروف الايه الماليه، ممكن بعد كده بردك نختار زي ما انتوا شايفين المربعات دي، او ممكن نختار ارقام رغم ان دي غير مرتبة، بس ممكن نختار الارقام زي ما حضراتكم شايفين 1 2 3. فاحنا بس هنختار اللي شايفينه ده حضراتكم. تاني حاجة احنا عاوزين نعمل ليست حاجة هنا ليست بوزيشن، وهوضح لكم احنا دلوقتي نعمل حاجة بين سيشن، نوضح بس البوزيشن ده نعمل ايه. هنعمل يو ال وبعدين مسافة وبعدين ال اي وبعدين كيرلي سبيس من الشيفت والرا، وبعدين نعمل ايه باك جراوند كلور، ونختار على سبيل المثال اللون زي ما شايفين كده. طب احنا هنا نيجي نعمل ايه، اوت سايت هنا نختار حضراتكم كده، بصوا شايفين حاجه مفيش اي حاجه اختلفت. طب انا عاوز اختارها ان سايت، تعال نختار كده ان سايت ان سايت. بصوا حضراتكم هتعمل ايه، شفتوا هذا زي ما انتم شايفين. طب انا دلوقتي بردك عاوز انسق واعمل صورة مكان دي، بس يفضل ان تكون الصورة مساحتها صغيرة، فانا هكتب ليست وعندنا الايمج ونعمل يو ار ال ونختار الصورة دوت زي ما هو حافظها بدري. هنا عندي الصورة كبيرة فهتعمل لي مشكلة، هوضحها لكم كده، انك انت ممكن تخلي لو الصورة مساحتها صغيرة ممكن تبقى مكان هنا النقاط دي، بص حضراتكم، فلازم اصغرها عشان اوضحها لكم. شوف اوضحها لكم دي، يعني هنا جاي عندي قدام الثري قدام التو قدام الوان، فانا حبيت بس اوضح لكم كيفية التنسيق عند الليست، انك انت خاصية انك انت تشوف نقاط او حروف او ارقام او ارقام رومانية او كذا. في عندنا انت كنت الحواف نفسها نسال تبقى داخل جوا القائمة نفسها او من برا. عند بعد كده انك انت ممكن تضيف صورة
بعد كده برضه كان عشان اعمل باك جراوند للخاصيه الموجوده دي. يا رب تكونوا فهمتوا الطريقه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.